مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مع متابعتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي الثوري، حيث تصر أحزاب السلطة على إنهاء التظاهرات بأي شكل كان بعد أن عجزت عن حرف مسارها لصالحهم وما ارتكبته ميليشيات السرايا التابعة لمقتدى الصدر يوم أمس بحق المعتصمين والمتظاهرين في النجف لهو خير دليل على ذلك. ولمناقشة هذا الموضوع ومحاور أخرى ينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاحي الباحث والكاتب السياسي، وعبر سكايب من العاصمة بغداد الأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطفى، وعبر الهاتف من بغداد أيضا عضو اللجنة المنظمة للتظاهرات تظاهرات تشرين بشرى عبد الواحد. فاصل ونعود إليكم. نعم، أبدأ معك دكتورة آلاء من العاصمة بغداد. يعني يوم أمس ارتكبت الميليشيات التابعة لسرايا ميليشيا سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر مجزرة مروعة بحق المعتصمين في محافظة النجف، كيف تعلقين على هذه المجزرة؟ بالنسبة السؤال ما سمعته بشكل واضح، ممكن بس تكرره حضرتك؟ انه يوم امس ارتكبت الميليشيات التابعه لمقتدى الصدر مجزره مروعه بحق المعتصمين والمتظاهرين في محافظه النجف، كيف تعلقين على هذه المجزره؟ كيف رايت هذه المجزره؟ بدايه نوجه أحر التعازي إلى أبناء شعبنا بالعراق بشكل عام وبمحافظة النجف الأشرف الباسلة بشكل خاص. ومحافظة النجف ليست غريبة عن ولا جديدة عن تقديم البطولات والأبطال بملاحم العراق منذ بداية تأسيس الدولة العراقية الحديثة في بداية القرن الماضي ولغاية الآن. أما ما حدث ليلة أمس فكان جريمة بكل المقاييس، جريمة بحق أبناء شعب خرج ليطالب بأقل حقوقه الوطنية، فانتفض ضد قوى الشر اللي تحكم منذ 17 عام ولغاية الآن، قوى سلطوية، قوى قمعية رهنت البلد ومقدراته وشعبه بكامله الى الاجنبي. لما ظهر ونهض هذا الجيل اللي شفتوه منذ اليوم الاول من اكتوبر الماضي ولغايه الان يتظاهر وينتفض ويثور في ساحات الشرف داخل العراق، اصبحت مواجهه هذا الجيل مواجهه وجوديه. الميليشيات والقوى القمعية والأحزاب الحاكمة في المنطقة الخضراء أصبح وجودها مرهونا بإنهاء هذا الجيل. الشهداء اللي سقطوا والجرحى اللي سقطوا ليلة أمس بمحافظة النجف الأشرف أغلبيتهم من طلبة الجامعات، طلبة اللي هم أكثر شريحة بالمجتمع العراقي متضررة مما يحدث في العراق في الوقت الحاضر. هذه الشريحة طبيعيا جدا أن تكون متواجدة ليلا نهارا في ساحات الاعتصام وفي حال ساحات الانتفاضة. دكتورة آلاء، يعني مع هذه المجزرة هي شريحة الواعية، نعم، هي شريحة المثقفة، هي الشريحة التي أخذت على عاتقها النهوض بالعراق الجديد، لذلك وجب على هذه الميليشيات قمعها وإنهائها، نعم، وإنهاء الانتفاضة من خلال إنهائهم. دكتورة آلاء، يعني مع هذه المجزرة التي حدثت يوم أمس والمجازر السابقة إن كان في الناصرية أو في كربلاء أو في أماكن أخرى، يعني لا نسمع أي صوت لا للقضاء في العراق ولا للبرلمان ولا حتى لحكومة تصريف الأعمال المتهمة أيضا بقتل المتظاهرين والمتهمة بتسهيل
مهمة الميليشيات لقمع المتظاهرين؟ أخي نحن بالعراق ما عندنا حكومة وبرلمان وهذه المسميات اللي متعارف عليها بين دول العالم. هذه المسميات سواء برلمان أو سواء حكومة أو منظومة الدولة لا وجود لها بالعراق. هذه المسميات تتواجد في الدول اللي تنتهج النهج الديمقراطي، النهج الحضاري، النهج البناء، الدول التي تسعى جاهدة إلى بناء أوطانها. نحن ما عندنا هذه المنظومات، احنا عندنا عصابات سكنت المنطقة الخضراء، عصابات أصلاً لا ترقى حتى أن نطلق عليها مسميات العملاء، لأن أحياناً العملاء يتعاملون بندية مع الطرف الآخر للحصول على أكثر ما يمكن من المكاسب لشعوبهم. هؤلاء عبارة عن مأجورين للغريب، مأجورين لقوى استأجرتهم لأجل الإطاحة برمزية العراق. رمزية العراق أرضاً وشعباً، الموضوع لم يكن إنهاء نظام، الموضوع كخطة لأجل إنهاء شعب ومقدرات دولة عمرها ما يزيد عن 7000 سنة. لكن هذا الموضوع لا يمكن أن يحدث، العراق لا يمكن أن ينهى بهذه الطريقة. العراق ولاد، العراق تنشأ في أجيال لا يمكن أن تقبل أن تستمر على هذا الوضع من الخنوع والذل الأجنبي. نعم. فلهذا طبيعيا أن ترى أنه لا تتخذ أي إجراء هذه المسميات البرلمان والحكومة. نعم دكتورة، أعود إليك. بشرى عبد الواحد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، يعني ما الذي تحاول الميليشيات من خلال هذه المجازر التي ترتكبها؟ هل تظن بأنه بعد 5 أشهر بأنها قادرة على قمع أصوات ملايين العراقيين الذين رفضوا حكم هذه الميليشيات وهذه الأحزاب؟ أخي الكريم، شكرا جزيلا لقناتكم على هذه التغطية. ثم أقول أنا هذا الزمن هو زمن العمالة للأسف، زمن المندسين الذين يبيعون الوطن بحفنة الدراهم ويبجلون الأصنام، لا يبجلون الوطن، لا لحب الوطن، لا لحرية الوطن، لا لحرية الإنسان، لا للإنسانية. هؤلاء لا يحملون ذرة من الضمير ولا من الأخلاق. هؤلاء مرتزقة جاء بهم العميل من الخارج وأقنعهم بحفنة من الدنانير لكي يقتلوا أخيهم. الأخ يقتل أخيه مع الأسف في ساحات الاعتصامات، في ساحات التظاهر. هؤلاء يأسوا من كل ألاعيبهم ومن كل تصرفاتهم ومن كل الأمور التي جاءوا بها وليقبحوا جماحة متظاهرين في من أجل المطالبة بوطن. هؤلاء سيخسرون أولا وأخيرا، سيخسرون. ليدخل الساحات ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين، هم خاسرون بالتأكيد، لأن قوة جبارة للشعب، والشعب هو صاحب الكلمة الأعلى حضرتكم كما تعلمون. فالشعب هو صانع الحريات، صانع الحكومات، صانع الحياة، صانع الأوطان. فالوطن إن شاء الله باقي بشبابه وبمتظاهريه، وهؤلاء سيعجزون أولا وأخيرا. نعم، طبعا متظاهرو النجف استعادوا السيطرة على ساحة الاعتصام في المحافظة بعد طرد ميليشيات الصدر، ورددوا هتافات منددة بالجرائم والانتهاكات ضد المنتفضين. دعونا نتابع هذا المقتطف ونعود إليكم. نعم دكتورة آلاء، يعني مقتدى الصدر في تغريداته يقول بأن أصحاب القبعات الزرق هم دعاة سلام ويحملون الورد والمحبة للمتظاهرين، وهم جاءوا لضبط ساحات الاعتصام. ما رأيك بتغريدات مقتدى الصدر؟ يا أخي احنا تعودنا من السيد مقتدى الصدر التناقضات بكلامه،
أي سلام يحملونه هؤلاء اللي يسمون أنفسهم بأصحاب القبعات الزرق؟ أصحاب القبعات الزرق اندسوا منذ اليوم الأول للانتفاضة بين المنتفضين لأجل تحديد القيادات، ولأجل تحديد عناصر النشطة، ولأجل تحديد حتى الأشخاص أو اللي كانوا مهمتهم هو إسعاف الجرحى وإسعاف أو إنقاذ من يتعرض إلى الأذى نتيجة قمع القوات الحكومية إلى اللي والنار والقنابل الدخان واللي استخدمتها، وتعرف حضرتك أنواع التنكيل اللي استخدموه ضد المنتفضين، كانوا عبارة عن شبكة تجسس لا أكثر ولا أقل. سيد مقتدى الصدر في كثير من تغريداته يناقض نفسه بنفسه، يسعى إلى زرع فكرة بأذهان الشعب ليعطي لنفسه صورة أنه هو عراقي ومتمسك بعراقيته، وأنه هو داعم للانتفاضة، وأنه محب للإصلاح، وتراه شريكا أساسيا فيما يسمى بحكومة المنطقة الخضراء. يسعى إلى يسميهم بأصحاب القبعات الزرق كنوع من صفة السلام يعطيهم، وتراهم هم من حملوا السلاح ضد السيل الطلاب اللي لبى الملؤونية، وجاء رفضا لتكليف السيد توفيق علاوي بمنصب رئيس الحكومة القادمة. لا. تراه يسعى إلى أنه يؤيد الشروط التي وضعها المنتفضين شخص من يتولى الحكومة منصب الحكومة، ويناقضه بقمع المنتفضين لأجل تثبيت شخص لا يتسم بأي صفة من الصفات التي وضعناها لأجل الشخص الذي سيتم تكليفه لقيادة المرحلة الانتقالية. شخص متناقض صراحة، يجلس خارج العراق يعيش في بلد هو العدو الأعتى ضد شعب العراق، ويطلق تغريداته من هناك، وللأسف نرى من الكثير من المغيبين يلبون هذه التغريدات وينكلون بأبناء جلدتهم من أجل شخص بالخارج. احنا نعم. عراقيين، احنا تعودنا نداءنا ما نلبي غير نداء البلد، ما نلبي غير نداء العراق. احنا ما نلبي، احنا مو عبدة اشخاص اخي، مو عبدة اشخاص. الشخص مغيب عقولنا وما عندنا عقل ولا عندنا تفكير حتى كل من يدعو لنا احنا نروح نلعب بدعواته. احنا ما خرجنا الا تلبية لنداء بلد استغاث من ظلم الاجنبي واعوانه. نعم، أعود إليك دكتورة آلاء عبد الواحد عبد اللطيف، عذرا، عضو اللجنة المنظمة لثورة تشرين الأستاذة بشرى عبد الواحد. يعني الميليشيات ما زالت تتحدث عن مندسين يجب تطهير الساحات منهم، برأيك من هم المندسون برأي الميليشيات؟ عودنا هؤلاء المتلونين بألوانهم، أودنا أن يتحججون ويتبجحون ويتهمون المتظاهرين بما هم يحملون في داخلهم. ساعة يقولون أنهم سكارى، ساعة يقولون أنهم متعاطين، ساعة يقولون. فتلونت كل الحجج بألوان قبعاتهم. في البداية يعني أوهموا المتظاهرين الشباب أنهم يعني في حمايتهم، في حين هم الذين جاءوا بالقبعات الصفر وبالميليشيات اللي جاءت بالسيارات في ساحة السمك. هؤلاء لا يعتمد عليهم، هم كاذبون، هم متلونون، يتحججون ويتبجحون على المتظاهرين في سبيل ركوب الموجة وركوب الثورة وإخماد الثورة. لكن الثورة باقية ببقاء أبنائها، بزخم أبنائها، وإن شاء الله سيزداد الزخم في الأيام القادمة، وإن شاء الله ستزاح الغمامة، وإن شاء الله فلن يكون هناك اقتتال بين الأخوة، لأنه من الصعب أنه أنت تلتجئ إلى حضن عدوك وتقتل أخيك. هذا أصعب شيء على الإنسان، أنه كيف ضميرك يرتاح، كيف تنام الليل؟ وأنا يعني أخاطب مسؤولهم الذي هو مقتدى الصدر، الذي يعني يدس بهم ما بين هؤلاء الشباب.
يعني أنا أقول أنت من يعني أنا امرأة عراقية حرة، أناديك أن ترجع إلى الركب، أن يعني تذكر خيرات هذه الأرض، تذكر الأجزاء التي أرضعتك هذه الأرض، وأمك وأخواتك ونساء العراق أخواتك في ذمتك في عمامتك التي تتعمم بها لأجل الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن كنا أخوة، أخوة بالإسلام، أنت تروح لناس مجوس. يعني أتمنى أن يسمعني مقتضى الصدر حتى يرجع عن هذه مهاتراته وهذه مسابقاته. أنت إنسان لو كنت في البلد يعني ترعى المجتمع لكنت الآن نبي وإله أكثر ما كان صدام المقبور وأكثر ما كان غيره، وأنت الآن أقوى وأكثر صوتا وإسماعا من السيستاني، فأنت ممكن أن تكون أنت قائد البلد، فلماذا هذا العبور على بهذه الطريقة بالقتل وترويع الشباب ويعني إفجاع الأمهات؟ الأمهات تكالى بأولادهم تربي وتتعب وأنت تأتي تحصد الرؤوس، هذا أصعب شيء على الإنسان. كيف تنام الليل تقبل أن ابنك يقتل، ابن أخيك يقتل، ابن أختك يقتل؟ كيف تقدر تفارقهم؟ أن هؤلاء الشباب بعمر الزهور، هؤلاء شباب هم بناة المستقبل، هم واجهة العراق الحضارية، كيف لك قلب أن تقتل هؤلاء وتنهي حياتهم؟ كيف لك أن تعطي أموال العراق إلى بلد آخر؟ أنت أولى بهذه الأموال، اجلس في بلدك وسترى خيرات العراق أكثر بأضعاف تأتيك من ما أنت تحصل عليه من ملاليم، والباقي يذهب لجيوب الآخرين. أنت الآن غير محتاج لهذه الأموال، أنت محتاج إلى الكرامة وللاحترام وإلى بلد يأويك، لأن يومين ثلاثة مثل نابليون العظيم لما طرد المندسين اللي هم دخلوهم البلدهم، فركلهم وقتلهم ويعني اعتبرهم هم خونة البلد، خونة الحضارة، خونة ذلك البلد اللي هو يعني عيشهم وترعرعوا به. فكيف لك أنت أن تأتي وتأخذ هذا البلد، تأخذ أرض البلد التي أكلت وشربت منها وأجدادك وآبائك هم كانوا محترمين، أنت جنيت على اسم العائلة، الآن كل الناس تنادي أن أنت مقتدم يعني قاتل، وأحيانا حتى ناس تسب أجدادك وآبائك، هذا صعب وعيب يعني على هذه العائلة أن تصل لهذه المرحلة. نعم. أحفادك يصيحون بالساحات أنه مقتدى، يا ما أعرف شنو، أطلع عنه. أستاذ أبو شرع عبد الواحد، يعني مع هذه التصريحات بتطهير ساحات الاعتصام من المندسين كما تقول الميليشيات، برأيك هل نحن مع موعد آخر في ساحة أخرى كما حصل يوم أمس في النجف؟ هل نحن مع موعد لا سمح الله مع مجزرة جديدة ترتكبها هذه الميليشيات بحق المعتصمين والمنتفضين؟ أستاذ أبو شرع عبد الواحد؟ نعم عفوا، ما أسف، انقطع الصوت شوية، سألتك نعم يعني مع بالتأكيد. هذه التصريحات نعم فهمت سؤالك. نعم نعم تفضل. نعم بالتأكيد هناك سيكون، بما أن هؤلاء كل يوم يفتعلون فد خطة جديدة فراح تتكرر خططهم وتستمر خططهم، لكن هناك راح يكون موقف من الشعب العراقي ومن عشائر العراق ومن المجتمع العراقي، نتمنى أنه نأمل المجتمع العالمي أيضا يتدخل بهذا الموضوع. في الأيام القادمة سيكون أكثر رد، لكنه نحن نقول إن شاء الله من نريد العراق يذهب إلى منزلق خطير جدا، لأنه اقتتال أهلي راح يصير، راح يصير حرب أهلية ما بين الأبناء الوطن الواحد. نعم. فنأمل هالشيء هذا، أنه لأنه شبابنا ما راح يتراجعون عن قضيتهم، لأنه إحنا قدمنا شهداء، وهذه الشهداء ليست بالسهل أن ترجع أو ترجع دماءها، كلش صعب. الأمهات تكالى الآن، الأبهات الآباء تكالى. نعم. فمن الصعب أن يتراجع هؤلاء الشباب بما أنه لديهم فورة، وهم لا يمتلكون وطن، اللي ما عنده بيت ما عنده وطن، اللي ما عنده عمل ما عنده وطن، اللي ما عنده أكل ما عنده وطن، فكيف يتراجعون هؤلاء الشباب؟ والآن أكثر القتل، لأنه بدأوا يسحبوهم من البيوت، يسحبوهم من الساحات، يقتلوهم، يعني هم جاءوا يطالبون بلقمة عيش قتلوا، فكيف إذن يسكت هذا الشاب إذا هو ما عنده لقمة أكل ويجي ينقتل؟ نعم. أعود إليك أستاذ بشرى عبد الواحد، أعود إليك دكتور رافع الفلاحي، يعني يوم أمس مجزرة مروعة بحق المعتصمين المتظاهرين السلميين في محافظة النجف، الأرقام اليوم ارتفعت إلى أكثر من 23 شهيد ونحو 197 جريح،
ما الذي يريده مقتدى الصدر من هذه ساحة الاعتصام، من هذه المجازر؟ يبدو أن هناك اتفاق بينه وبين كافة الكتل السياسية، هو يتحمل هذه المجازر في العلن وهم يسهلون له هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا واقع الحال الحقيقة، واقع لا. الحال يثبت هذه القضية. الآن يقود ميليشيات بشكل واضح بعد أن سقط قناعه، يعني طوال الفترة الماضية، ربما طوال 17 سنة نعم. مقتدى الصدر يتحدث لنا بوطنية وعراقية، والكثير ربما لا أقول البعض صدقوا هذه الكذبة، مع أنه التجارب السابقة مع مقتدى الصدر جزء من هذا التاريخ الآن الذي يحدث. ما حدث في 2006 من تفرقة للشعب، من قتل، من ذبح، من جثث مرمية في الشوارع، كان مقتدى الصدر وجيش المهدي جزء منها نعم. هذه حقيقة، من سحلوا في الشوارع، من كان هذا مرتك، لكن مع ذلك الناس يعني أهل العراق، أهل نعم. العراق يعني يمتلكون قلبا طيبا وذاكرة لا يعني لا تستقر فيها الأفعال الرديئة، يذكرون الناس الطيب من الأعمال نعم. وينخدعون ربما ليس جهلا منهم نعم. لكن لطيبتهم يعطون فرص نعم. ف 17 سنة هو تآمر على العراقيين بهذه الطريقة، ويحاول أن يكون في الضفة الأخرى ويتحدث عن قضية أخرى، رغم أن الشعب يدرك نعم. أنه عندما يتحدث عن الوطنية ويشتم الفساد ويشتم الخضوع للأجنبي، وهو جزء من عملية سياسية مؤمنة بهذه القضية، العملية السياسية أسسها المحتل وأسست على أساس المحاصصة الطائفية والإثنية، وهو جزء من عدها من عام 2005، ولديه وزراء، وآخر حكومة لعادل عبد المهدي ولديه 6 وزراء فيها، ولديه 54 نائب في البرلمان، فجزء منها، ويخرج مظاهرات يشتم الفساد وهو متهم بالفساد، يعني هو جماعتي متهم بالفساد. فبالتالي كانت هذه القضية، ومثل ما قالت الناشطة قبل قليل الأخت الكريمة، قالت أنه دخل الساحة حتى يرصدون النشطاء، يرصدون العقل، يرصدون القيادات، هذه حقيقة، لأنه فيما بعد ينقلب بهذه الطريقة البشعة ويقود هذه السرايا اللي يسموها أصحاب القبعات الزرق لقتل الناس بهذه الطريقة، وهو كان مؤيد الاعتصام والإضراب. إذن كل الكلام يرفع هذه الشعارات ماكو وطن، كل الكلام هذا كذب، كل الكلام هذا. الآن ينادي بدوام المدارس والجامعات وحريص على التعليم، من ماذا أنت حريص على التعليم؟ أنت في وسط حكومات هي من أهانت التعليم، من أهانت المعلم، من أهانت الشهادة الدراسية، من أهانت الخريجين، كيف رضيت على ذلك؟ العراق 12 ألف مدرسة محتاج، وموازناته السنوية 150 مليار و 140 مليار، لم يبني مدرسة واحدة، الطلاب ما عندهم رحلات خشب، هذه الخشب البسيطة، هذا العراق اللي في السبعينات تخلى عن الأمية بشهادة اليونسكو، الآن 7 ملايين 8 ملايين أمي بالعراق نعم. الخريجين يجلسون على بسطات يبيعون مهندس وطبيب، لا يجد مكانا، اللي يجد مكان هو التابع للأحزاب والميليشيات، اللي يجد مكان يسترزق من عنده ويعيش عيشة محترمة، حتى أتباعه ثلاثة أرباع أتباعه من الناس الفقراء نعم. يعني دعك من هذه الميليشيات، هذه العصابات اللي لابسة قبعة الزرق، معرفة ذول العصابات، أما أتباع اللي آمنوا بهم من الفقراء، الناس اللي مصلحتهم مع الثورة، مصلحتهم مع تحرير العراق، مع سقوط هذه العملية السياسية، سقوط هذه الحكومات اللي كل مخرجاتها كانت هي فساد وخراب وتدمير ونهب وسرقة وإهانة وضياع لمستقبل للحاضر والمستقبل، فبالتالي هو جزء من هذا الخراب، وهو ربما الآن الرقم الأصعب في هذا الخراب لا. الآن هو من يقود هذا الخراب، وما حصل اليوم يوم أمس في النجف كان يتوج هذا الفعل، كان يتحدث عن سرايا توزع الورد، وزع لنا صور وما أعرف منو ذولا، إحنا ما نقتل. هذا في ربما علي فقط أن أقول شيء واحد، في بداية الاحتلال البريطاني للعراق كان الوضع العراقي الاقتصادي صعب جدا جدا نعم. فكانت أسهل يعني أرخص مادة تباع بالأسواق العراقية، وخاصة في بغداد، نتحدث عن بغداد، كانت الحلاوة نعم. لذلك كانوا أهل بغداد يتندرون بمثل شعبي، عندما يجدون واحد ليس له عقل ويريد أن يقنع الناس بأنه صاحب عقل كبير، يقول له اشتري بعقلك حلاوة، لأن الحلاوة أرخص شيء كان يباع في العراق نعم. فالآن اللي حدثنا عن السلام، اللي حدثنا عن محبة الحرية والوطنية والاستقلال والسيادة، ومحبة للتظاهرات ومحبة للاستقلال، هذا خلي يروح يشتري عقل حلاوة مثل ما يقول أهل بغداد.
الحقيقة لا يمكن أن يقنع الناس الآن، الدماء سالت، هذه الأعداد الكبيرة أكثر من 200 شخص يسقطون بين قتيل وجريح في النجف، قبلهم سقطوا في يتحدثون عن طرف ثالث. نعم. ربما أغاظني البارحة كثيرا. نعم. أنه بعض المحللين اللي طلعوا على بعض القنوات يتحدث عن طرف ثالث، مرة أخرى عدنا للطرف الثالث. نعم. أنه التيار الصدري ما له علاقة، انسحب وهناك طرف ثالث يريد أن يقنع الناس أنه. نعم. هناك طرف ثالث. دعني ليس دعني هناك طرف. نعم. ثالث. دعني هناك طرف التظاهرات والشعب. نعم. وهناك طرف معاديهم هي الأحزاب والقوى المؤتلفة في العملية السياسية وميليشيات. نعم. هذه الحقيقة. نعم. دعونا نتابع أعزائي المشاهدين ضيوفنا الكرام ما قاله رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق والقيادة في التيار الصدري حاكم الزاملي عندما ينفي سقوط أي شهداء في من صفوف التظاهرات، وقال بأن ميليشيا السرايا لا يحملون أي سلاح، وما يتم تداوله من مقاطع مصورة لضحايا القمع هي مفبركة على حد قوله. دعونا نتابع تصريح حاكم الزاملي. تتناقل أعداد كبيرة من الضحايا، شهداء، جرحى بالمستشفيات، خيام تحرق، تمثيل، أكو ممثلين يعني كبارعين بالتمثيل والدبلجة، وهاي الأفلام الهوليودية تدري أمريكا، هاي أمريكا وقناة الحرة، شوف إيش جات تشتغل شلون. ما من نجف السلحقة ويسووهن؟ طبعا هم مهيئين صراحة، بس قل لي وين الشهداء، يلا روح المجالس العزام للشهداء، جيب لي شهداء. أكو بعضهم يجوزن جرحى بفعل ذول اللي كان يحملون سلاح، أما التيار الصدري ولا واحد من عندهم أي متظاهر صدري ما يحمل له يعني توثية ما يحمل. نعم دكتور رافع، كيف تعلق على هذا النفي القاطع وبأنها أفلام ومسلسلات هوليودية كما وصفها؟ البعض عندما يكون فاقد للعقل، فاقد للمنطق، وفاقد للأخلاق والوطنية، يعتقد أن الآخرين كلهم مثله، لا يملكون عقولا، لا يملكون بصيرة، لا يملكون وطنية، لا يملكون رؤية. شعب واضح جدا والأفلام واضحة، شنو تمثيلية، شنو قناة حرة، شنو أمريكية، شنو الكلام هذا، كان يعني عليه كان أن يستحي ولا يخرج بهذا التصريح. هذا التصريح إدانة لهم، إثبات لأنهم مجرمين، مجموعة من المجرمين. ما هذا الكلام، تمثيلية. يوم أمس كان الضحايا، عشرات الضحايا، الناس تقتل بالرصاص الحي من قبل وكل تصور هذه السرايا اللي يسموها سرايا السلام، مع الأسف اسمها سرايا السلام، ولابسين القبعات الزرق حتى يحتلون، وبعدها دخلوا إلى الساحات وهوسوا بالساحات وفرحوا وغرد لهم مقتدى الصدر عادة الساحات. هل ينكر هذا؟ هل ينكر تغريدة قائده اللي هنأ الجميع بعودة الساحة من المندسين والمخربين بعد هذه الجريمة، هذه الإسعافات اللي نقلت الذين يتحدثون فيها؟ هذا زين نداء. نعم. هذا نداء محافظ النجف في أن الأمور خرجت عن السيطرة. هؤلاء الثكلة من الأمهات يعني هذه كلها تمثيلية، عن ماذا هذه تعد؟ الآن علينا أن نقول للشعب الآن من المعيب جدا أن يحكموا مثل هؤلاء. من يتحدث للشعب بهذه اللغة الهابطة، ممن يعتقد الشعب مجرد يعني قطيع من الغنم يتحدث لهم ما يشاء ويصدقون، هذا كلام غريب. يقول تمثيلية، هذه الدماء، استهزئ بالعراقيين واستهزئ بدمائهم بهذه الطريقة. يعني هو لو أنكر قال مو إحنا، ربما الناس تناقشه ربما كذا، لكن أن يقول هذه تمثيلية وضحكون على الناس ومرتبتها القناة الحرة وأمريكا، هذا كلام معيب. نعم. مع الأسف هذه يعتبرون نفسهم قيادات. هذا الرجل يقود عصابات وهذا تاريخه معروف، وتاريخه في وزارة الصحة بال 2006 عندما حول وزارة الصحة إلى مسلخ ليدخل إلى وزارة الصحة لا يخرج. نعم. وكثيرين من مدير الصحة ديالة اللي دخل، المهداوي ولم يخرج، والكثير وهو متهم بجرائم كبيرة. الآن يتحدث للعراقيين أنه هذه تمثيلية. نعم دكتور. ذول أهل النجف اللي تقولون إحنا شيعة وذول من عندنا، وإحنا شيعة علي وشيعة الحسين، وإحنا نبني الإنسان والدولة وفقا لمبادئ الحسينية هذه، وإحنا جينا من أجل المظلومية. أنتم ظلمتم الناس 17 سنة ظلم لم يشاهده أحد من العراقيين طوال عمر العراق. نعم. بهذه الطريقة الفجة المعيبة اللي تستهزئون بها حتى بعقول العراقيين وبدمائهم. دكتور رافع الفلاحي، دكتور ألاء عبد اللطيف، هل شاهدت التصريح لحاكم الزاملي؟
هل استمعت إليه عندما نفى سقوط أي شهداء وأن سرايا السلام لا تحمل أي سلاح؟ وقال بأنها تمثيلية أخرجتها الولايات المتحدة الأمريكية وأنتجتها هوليوود كما قال. نعم استمعت إلى تصريح المدعو حاكم الزاملي. صراحة ليس مستغربا منهم أن يتحدثوا بهذا المنطق وهذه الطريقة. سبق وأن محافظ كربلاء ادعى عدم وجود أي شهيد بأثناء الحوادث التي اللي صارت بمحافظة كربلاء بأثناء فترة الانتفاضة، وراح ضحيتها الكثير من شبابنا هناك. وبالآخر هم كانوا يساومون أهالي الشهداء على عدم تسليم جثامين أبنائهم لهم إلا بمقابل توقيع تعهدات، أن يقولون أنه أبنائهم سقطوا نتيجة أعمال جنائية. اتهام الحرة أو غير الحرة بأنها تمثيلية مفتعلة، أخي العالم أصبح قرية صغيرة، ما محتاجين إحنا إلى تقنيات هوليوودية حتى ننتج تمثيليات. الأحداث تتصير وتتوثق وقت بوقتها وتنشر أثناء حدوثها لايف إلى قنوات التواصل الاجتماعي. هؤلاء ناس يعني أقل ما يمكن أن نوصفهم فيه أن هم ما يتمتعون بصفة البشرية والإنسانية. لا يهزهم دماء، لا تهزهم شباب، لا تهزهم صرخات أمهات، لا يهزهم أي شيء. ما عرفوا يعني هذول رب العالمين من شنو خلقهم، آلة قتل يعني؟ حتى عذرا على التعبير، حتى الحيوان يقتل من جوع. هذولا من شنو اللي يتصرفون به؟ شنو من بشر اذا هم فعلا يمتلكون صفه البشريه؟ هل قد يعني هذه السلطه والمنصب والمكاسب عمت عيونهم عن ابناء بلدهم وفلذات اكبادهم اللي يتساقطون الواحد تلو الاخر بس من اجل انه هم حسوا انه هم ما يشبهون الناس، عندهم وطن مصدر ثروات للعالم وهم عايشين دون حتى خط الفقر. نعم دكتورة. بس شعب استفاق يريد يعيش عيشة محترمة، يريد يوازي دول العالم. احنا كنا عايشين ببلد كنا نتخرج من عنده شهاداتنا حتى ما كانت تعادل بالخارج، تعتبر شهادات مكافئة. هسه الطالب يعد سنوات وده يدفع مقابلها ملايين. أعود إليك دكتورة آلاء عبد اللطيف. لا كفاءة ولا علم. أستاذة بشرى عبد الواحد، لديك تعليق حول ما قاله حاكم الزاملي القيادي في التيار الصدري؟ هذا حاكم الزاملي أنا أسميها على اسم حيوان، وإن حاشا الحيوان من هؤلاء، لأن الحيوان أكثر إنسانية من عندهم. هذا صادق عندما يقول ماكو شهيد، صادق أنا معه، وإن كان هو كاذب كبير. لأنه تعرف ليش صادق؟ عندما يذهبون الشهداء يأخذون الشهداء إلى المستشفيات يعطوهم شهادة الوفاة إنه قضاء وقدر أو انقتل بمشاجر أو انقتل، ما يرضون يعترفون إنه أكو هناك شهداء، ما يرضون يعترفون ويهددون الأطباء اللي يعطوهم تأييدات واللي يعالجون، ويهددون كل الاستاف الطبي اللي يتدخل بعلاجهم أو استقبال الشهداء. حتى بعض الأحيان بعض المستشفيات رفضت بعض من المتظاهرين المتضررين المصابين أو الشهداء. فهؤلاء حقيقة لا يريدون أن يعترفون أنهم القتلة، لأنه يبدو أنهم في حلم آخر، حلم أكبر من نفوسهم وأكبر من عقولهم العفنة. ما يرضون يعترفون أنهم القتلة، هم الأيادي السوداء التي تعبت بالعراق. حقيقة هؤلاء نشروا الجهل والتخلف في العراق، في كل دوائر العراق، في كل مرفقات العراق. تصور الدوائر امتلئت بالجهلة بالمتخلفين، يصعد عند ابتدائية سووا مدير عام يزوروا له شهادات يصعدوه. فهم هؤلاء هم القتلة، هم الأيادي السوداء التي تلعب بمصير العراق وبمستقبل العراق وبمستقبل أبنائه.
هؤلاء ناس لا تعرف الذمة ولا تعرف الضمير ولا تعرف حتى الدين. هم يصلون ويذكرون الدين ويقولون أنه مرجعيتنا كذا وكذا، لكن لا ليس لديهم لا مرجعية ولا دين ولا مذهب ولا ملة ولا عشيرة ولا أي وازع إنساني يمنعهم من امتصاص دماء هؤلاء الشباب. استاذ بشرى عبد الواحد، وانت عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين، ويوم غد هناك دعوات لمليونيه طلابيه، ما هو التنسيق بين المعتصمين والمتظاهرين وبين الحركه الطلابيه التي سوف تخرج يوم غد الجمعه؟ نعم، الطلبة قلبهم يفور على أخوانهم في ساحات التظاهر، الباقين المعتصمين المرابطين في الساحات، لأنه ضربوا وأهينوا. فهؤلاء الطلبة يعني دون أن ما واحد ينبههم أو يحفزهم أو يدزلهم بيان، هؤلاء من يوم مستنفرين. فما شاء الله كل تظاهرة مليونية تشوف الطلبة يزدادون أكثر وأكثر، جميع الجامعات جميع المدارس حتى يعني المتوسطات يأتون الصبيان مع المتظاهرين يشاركون في هذه المليونية. فالحمد لله نحن العراقيين اللي ذقنا طعم الأرض العراقية الطيبة، اللي رضعنا من ثدي الأرض العراقية، من ترابها، من طينها، من غرينها، من شجرها، من شمسها الطيبة الحارقة اللي هي تسحن الروح العراقية. نحن نحمل أكثر وطنية من هؤلاء الذين جاؤونا على الدبابات، نحن الأكثر وطنية وأكثر حب للوطن من هؤلاء الذين باعوا أوطانهم، باعوا ضمائرهم للأجنبي. نعم، نقول لهم أما أن تغادرونا وأما أن تكفوا عن قتل أبنائنا. أنا أناشد الرئيس الوزراء اللي الآن عليه أساس خلوا رئيس وزراء، ليش خلوا رئيس وينه؟ أشو نام؟ خلاله وسادة ونام؟ يا هو اللي يجي حط له وسادة وينام؟ نعم. ويمشون من جوا العباية، يوقعون قراراتهم بدم شهدائنا. نعم. حبرهم عبارة عن دم شهدائنا. أعود إليك أستاذ بشرى عبد الواحد. دكتور رافع الفلاحي، المجزرة حدثت في النجف، هناك تساؤلات كثيرة من أهل النجف، من الناشطين، من العراقيين، أين دور المرجعي مما حدث يوم أمس في محافظة النجف؟ يعني الآن ننتظر من المرجعية، يعني وأهل العراق ربما ينتظرون يوم غد ليسمعوا الكلام. المرجعية الآن يعني قالت المجرب لا يجرب، وانتخبوا محمد توفيق علاوي هو مجرب ومعروف ومتهم بقضايا فساد، وقبل قليل كان قد خرج وقبل قليل يجب أن يكون غير جدلي. نعم، غير جدلي وهو جدلي. نعم، إذن الشروط اللي طالبت بها المرجعية لم تنفذ، عليها أن تقول إنه هذا المرشح لا يمثل هذه الشروط التي قلتها واللي طلبتها من عنده، وأنتم تقولون إن المرجعية على الرأس. هذه النقطة الأولى. قبل قليل خرج محمد توفيق علاوي تحدث بعصبية عن الدم، والدم خط أحمر. أنا كنت أعتقد إنه سيقدم استقالته، لأنه هذا يعني الآن لو كانت لديهم غيرة، لو كانت لديهم وطنية، إما أن يخرجوا للشارع لينضموا للناس. نعم، ويتظاهروا مع الناس حتى ضد أنفسهم، أو يخرجوا يهربوا من العراق. مو فرحان لأنه عينوه رئيس وزراء، فرحان بهذا المنصب والناس تقتل وتذبح بهذه الطريقة. والثانية المرجعية وشكلها، نعم، عادل عبد المهدي شكل لجنة. نعم، هاي واحدة من 100,000 لجنة شكلت ولا نتائج عنها، والشهداء اللي سقطوا في من 21 لحد الآن أكثر من 1,000 شهيد، واللجان مشكلة ولا أحد يعرف من قتلهم. ويخرج لنا قيس الخزعلي يقول هذا اللي قتلهم القناص ترى أمريكي إسرائيلي. نعم، يعني لاحظ كيف استخفون بعقول العالم، يعني يعرف جنسية القناص ولا يستطيع إلقاء القبض. مصيبة هذه، المصيبة هذه. نعم، هذه. فالمرجعية غدا عليها أن تتحدث عن هذا الدم، عن هذه الميليشيات التي تقتل الناس. هي قالت هذه التظاهرات سلمية وحافظوا على السلمية، ومحافظين على السلمية، ما عندهم غير الأعلام. تحدث الزاملي عن أنه لا يحملون السلاح ولا يحملون العصي. طيب ذولا اللي دخلوا ساحة التحرير منو ذولا اللي شايلين هاي العصي والبواري وشايلين المسدسات ويتحدثون بها اللغة؟ منو ذولا اللي لابسين القبعات الزرق واللي طردوا الناس واخذوا المطعم التركي؟ منو ذولا؟ خلي يقول لنا اللي راحوا البابل واخذوا ساحة الاحتجاج في بابل وتعاركوا مع الناس وهم لابسين، اللي راحوا النجف، اللي راحوا، خلي يقول لنا هذه اللعبة. ثانيا مو مقتدى الصدر يقول احنا هذه القبعات الزرق لحماية التظاهرات وحماية المتظاهرين؟ نعم، والحيلولة دون استهدافهم. طيب ليش يوم امس ليش ما وقفت هذه سرايا السلام، هذه اللي يوزعون الورد والمحبة والمعرف منه، ليش ما صدوا عن المتظاهرين في النجف هذه الهجمة الشرسة اللي لم يكونوا هم الذين ارتكبوها والعالم كله تقول لهم ارتكبوها؟ وهذا يقول تمثيلية. بالتالي أنا أريد أقول شيء واحد، هؤلاء لا يدركون
من مقتدى الصدر إلى حاكم الزامي إلى كل من يشاركون في هذه الجرائم إنه هذه الفيديوهات هذه الصور هذه وثائق. والآن بدأوا كثير من الناس ومنظمات دولية الآن تلم هذه القضية وسيقدمها المحاكم الدولية. سيلاحقونكم بالمحاكم الدولية. هذه جرائم للإنسانية، جرائم كبيرة. لا يعتقدون أن هذه قضية كلفتهم بها إيران وينفذوها وسياسة وكراسي. لا، سيقادون كلهم سيقادون إلى المحاكم الدولية عن جرائم ارتكبوها بحق الناس. الآن قضايا وملفات تهيئ بسرعة لتقدم إلى، وهناك من يدعمها في العالم. نعم. عن ماذا يتحدثون؟ يقول تمثيلية. هذا كلامه واحدة جريمة. نعم دكتور رافع. أستاذ بشرى عبد الواحد، أختم معك بهذا التساؤل أو السؤال، يعني كيف تنظرين إلى الإدانات الدولية التي خرجت اليوم؟ وهناك إدانات دولية كذلك سابقة، خاصة ما خرجت اليوم حول مجزرة النجف، يعني صدرت من الاتحاد الأوروبي، من السفارة الأمريكية، من منظمات دولية. كيف لهذه الإدانات أن يكون لها أثر على ما يحدث في العراق برأيك؟ بالتأكيد هو أي رأي مسموع إن شاء الله في كل العالم، سواء كان من داخل العراق أو من خارج العراق. فحقيقة هذه الإدانات بأجمعها نأمل أن تحرك الرأي العام العالمي وأن ينظروا لهذه القضية العصيبة في أيام العراق هذه. فحقيقة يعني أنا بالنسبة لي، لو حضرتك سألتني أنا أجيب أن أقول مجرد فقط أصوات، لكنه نأمل أن تسمع. إلى الآن أي فعل لا يوجد، أي فعل أو رد فعل لهذه الأفعال أو لهذه الأصوات لا يوجد. المحاكم قدموا على شكاوي لحد الآن أي نتيجة ما حصلنا، يعني من بلا خارج يبدو أن هي موافقة على هذه الحكومة وهي موافقة على اللي يحصل بالعراق، رغم هي جاءت ورأت كل ما يدور بعينها. المفروض هي اللي أول الناس اللي تحتاج لتتحدث ولتقنع الآخرين. أيضا أمريكا ما يرضون يتحركون على اعتبار هناك يخافون أن تكون حرب على بلدهم أو حرب بين أو يقتل جندي من عندهم، يعني صور أمريكا يخافون أن جندي يقتل، فكيف نحن بالآلاف ننقي شهداء وجرحى؟ فهؤلاء الأصداء يعني نأمل أن تأخذ هذه الأصوات، نأمل أن تأخذ أصداء أقوى، ونأمل أن يعني يشعر بها الرأي العام ويتحرك ويلتفت إلى موضوع العراق. لا نريد فقط شعارات، ولا نريد فقط أنه كل من مقعده يصدر صوتا حتى يجمع أموال أو يتقاضى راتب على هذا الصوت، على هذا الصوت الذي ينتهي في نهاية الفضاء. نعم. بشرى عبد الواحد، عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين، كانت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك. دكتور رافع، الصفقة التي يتحدث عنها يعني الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث عنها بعض من كان في العملية السياسية سابقا، بأنه تم الاتفاق على إعطاء مقتدى الصدر مناصب كبيرة في الحكومة كالبنك المركزي وغيرها من هذه الأمور، مقابل أنه يقوم بفض هذه التظاهرات بالقوة. ألا يدرك مقتدى الصدر بأنه خسر الشارع العراقي، خسر الكثير من أتباعه بهذه الصفقة إن صحت؟ هذه حقيقة. كل هذا الذي جرى يأكل من جرفه وأكل من جرفه الكثير. الآن أكثر من 90% مما كان يعتقد هو، يعني بغض النظر عن ما هو الوعود، ما الذي سيعطوه له، لكن هو ينفذ مخطط إيراني واضح جدا من اجتماع قم هذه الميليشيات، واضح جدا تشكل الحكومة محمد توفيق علاوي، وهو من يقول أنه، وقال في أول تغريدة أن الشعب هو من اختاره، وطلعوا الشعب كلهم يهتفون ضد محمد توفيق علاوي، فأي شعب الذي اختاره؟ لازم الشعب الإيراني اختاره. حقيقة هذه غريبة عجيبة، وظل مصرا على هذه القضية وانسحب من الساحات، واعتقد أن الساحات ساحات التظاهر ستفرغ، وقالوا، وهذا نفس الزاملي اللي تحدث أنه تمثيلية القتل، قال أنه في هذه الساحات ما يبقى 100 واحد، لكن شاهدوا ملايين خرج وخاصة الطلاب، فانزعج من هذا الموضوع. لذلك قضية الطلاب، يجب إيقاف الطلاب وروحوا للتعليم، وحريصين الآن صاروا على التعليم، بعد 17 سنة حولوا التعليم إلى مهزلة في العراق. هذا التعليم اللي كان يضرب به الأمثال بالعراق، الجامعات والمدارس العراقية والتدريس العراقي والمنهج العراقي كان يضرب به الأمثال، الآن تحول إلى مهزلة. والعراق ليس ضمن كل قوائم التصنيف للتعليم، خارج قوائم التصنيف للتعليم. الآن التعليم مهم بالنسبة لهم، لكن وطن وسيادة واستقلال
والعراق مطيل الآخرين والفساد في أعلى والقتل والذبح والميليشيات هذه مسموح بها الحقيقة، بغض النظر عن عن ماذا يعطوه هناك دور مرسوم إليه يقضي على التظاهرات. كثير نعم خسر جدا، نعم خسر، انتهت هذه والأقنعة هذه سقطت عنه وعن أتباع هذه الميليشيات، والآن واضح جدا هو عدو للشعب بعد ما كان البعض كثيرين لا يستطيعون حتى الحديث عن مقتدى الصدر، وحتى عندما تتحدث عن أي شيء يقول لك لا يعني هذا الشخص ربما فيه من العراقية، الآن أي عراقي يتحدثون عنه؟ نعم. الآن يعني دكتور يعني يجمعون الملفات الاتهامة بالمحاكم الدولية. يعني قبل قليل وردنا كما قال لي الزملاء في الكنترول بأنه سرايا ميليشيا السرايا الآن تقوم بمهاجمة ساحة اعتصام محافظة كربلاء بالرصاص الحي. سيهاجمون كل نعم. الساحات، هذا هو الأمر اللي موجود، هذه المهمة الموكلة إليه، هو الآن قائد كل الميليشيات، هذه ليست ميليشيات السلام فقط، هذه كل الميليشيات الآن اتحدت تحت قيادته، هذا المخطط الإيراني لمهاجمة كل وإنهاء هذه التظاهرات، لأن هذه العملية السياسية يجب أن تبقى وتبقى لصالح إيران، لأن العراق يجب أن يبقى ضعيفا ويبقى مطية لإيران ويبقى مسلوب الإرادة ومسلوب السيادة والفساد يعم به واقتصاده مسخر لخدمة المشروع الإيراني، هذه الحقيقة. الكاتب والباحث السياسي الدكتور رافع الفلاحي، وكانت معنا عبر سكايب من العاصمة بغداد، الأكاديمية والناشطة في التظاهرات الدكتورة آلاء عبد اللطيف المصطفى، وعبر الهاتف من بغداد أيضا عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين بشرى عبد الواحد، شكرا جزيلا لكم. أعزائي المشاهدين وصلنا إلى نهاية هذه التغطية، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.